أسعار السيارات في ليبيا رخيصة لأن الأسعار الجمركية لا تضيف الكثير على قيمتها الأصلية التي أوردت بها. أما فيما يتعلق بموضوع المواصفات فإن السيارات التي تأتي غير مطابقة للمواصفات، ولا أعرف الدولة الليبية لماذا تصر على إهمال هذا الجانب، لأن هناك حوادث خطيرة تنشأ عن هذا الموضوع. تأثير تهريب السيارات إلى خارج البلاد إلى دول الجوار، فإن هذا الموضوع موضوع شائك، وهو يستنزف قدرات ليبيا، لأن هذه رؤوس أموال ودخلت ويجب استثمارها في الداخل الليبي، وتهريبها هو يعتبر فرصة لمن يقوم بهذا التهريب، وهذا يستلزم بعض القوانين والضوابط المختلفة.